بسبب احتفال ديال راس العام سنة 2003 غادي يتم اكتشاف واحدة من أخطر القضايا، ماشي جريمة قتل أو خطف، القضية وما فيها ناس سنين وهما كياكلوا لحم الحمير عند صحاب الشواية وبعض المرات حتى القزارة. قضية اللي تشدوا فيها عشرات ديال المتهمين وتحاكموا بأحكام متفاوتة. شنو هي قصتهم وكيفاش بدات وكيفاش قدروا يستمروا لسنوات وهما خدامين على هاد الحال؟ هاد الشيء اللي غادي نعرفوه من هاد الفيديو. ما نطولش عليكم ونبداو تفاصيل قضية قزار الحمير. أحداث القضية اللي غنشارك معكم اليوم غادي يسافروا بنا لدوار في النواحي ديال مدينة مراكش، وغادي نبدأ لكم بالهضرة من عند الشخصية الرئيسية واللي غادي نعطيوها اسم مستعار وغنسميوه رشيد. رشيد من مواليد سنة 1958، تزاد وسط أسرة فقيرة بزاف، ونقدر نقولوا أنه كبر مهمش ما بين أب اللي سمح في ولاده ومشى للشمال باش يحرق، ومن هادك الوقيتة ما زادوا سمعوا عليه شي خبار، وأم اللي تحملت مسؤولية ثلاثة ديال الوليدات وهي في سن صغير. كانت يالله كتكافى مع الماكلة ديالهم، داكشي علاش حتى شي واحد في ولادها ما قرا في الجامع في حال وليدات الدوار. المهم رشيد فاش وصل ديك 8 سنين بدا كيخدم مع واحد في عمامه. هاد عمو كان معروف في الدوار قزار في الأسواق الأسبوعية. رشيد في البداية كان كيمشي معاه غير باش يتسخر ليه، وامو هي اللي طلبت من لوسها باش زعما يبقى يديه معاه للسوق على الله يتعلم شي صنعة اللي تزيه على دوائر الزمان، وداكشي اللي كان. رشيد نهار على نهار وما جا فين يكمل 18 عام حتى كان شرب الصنعة ولا محترف في القزارة. عجل على قدو كيطيحو بسهولة وبسرعة قياسية كيكون مساليح، الشي اللي خلى العم ديالو يتكل عليه في كل شي ولا غير جالس وكيأمر، ورشيد هو اللي كيعمل كل شي. في المقابل ما كانش كيخلصو مزيان، وبعض المرات كيدعي بأن الكليان ما خلصوهش ودابا ما عنده منين يعطيه، يصبر عليه شوية على ما يتخلص وداك الساعة يعطيه رزقه. وهاد العذر تكرر شحال من مرة، ورشيد مع أنه كان كيلاحظ بأن عمو كيكذب عليه وبلي الكليان راهم كيخلصوه هو اللي ما كيبغيش يعطيه رزقه وكيتماطل عليه، كيميك وكيدير براسو تيقو. بقى الحالة لا ما هو عليه لمدة طويلة، حتى ولا رشيد كيدير شرع يديه وكياخد الفلوس بلا علم عمو. كان كل مرة شحال كياخد وغير كيتسالاو ليه الفلوس عاوتاني كياخدهم، حتى جا النهار اللي العم ديالو حصلو بعينيه وهو كيسرقو وضارب معاه لدرجة فكوهم غير الناس بزز. وفي هاد اللحظة رشيد ما خلف عمو غير اللي نساه، قال ليه انت هو السبب، انت اللي خديتي لي رزقي وداكشي اللي ديت حلال عليا، حقي وكنت كناخدو بيدي. ومن بعد هادشي طبعا العلاقة تقطعت بينهم بصفة نهائية، زيد عليها عمو قطع ليه رزقه من السوق، علم قزارة كاملين بأنه كان كيسرق ليه فلوسه، الشي اللي خلى كل شي ينفر منه وحتى شي واحد ما بقى باغي أنه يخدمه معاه. ولا رشيد كيخدم غير مرة في شحال وغير إلا شي حد هكا في الدوار باغي اللي يدبح ليه بثمن ناقص على القزارة الأخرين، فكيمشي هو وكيقوم بهاد المهمة مقابل مادي اللي بسيط بزاف. وفي هاد الفترة بالضبط وبسبب الركود والفراغ اللي كان عايش فيه غادي يتعرف على ناس اللي غادي يقلبوا ليه حياته رأسا على عقب. ومن بعد ما كان غير من الخدمة للدار ومن الدار للخدمة غادي يولي تابع القصاير البلية الشراب الحشيش والخوال خاوي، وكيف ما متوقعين هاد البلاوي الكحلة كانوا كيتعطاو ليه في الأول من عند صحابه فابور بصاب غير يبغي يجربهم، حتى كيتبلى بهم مزيان وكيولي باغي المزيد عادة باش كيقطعوها عليه وكيولي خاصو يجيب فلوس باش يشريها، وإذا ما شراهاش ما هي وما لونها. رشيد كان كيحاول أنه يخدم ويضرب بريكولات هنا ولهيه غير باش يوفر الفلوس ديال البلية، كان كيضرب بريكول وكيبقى جالس حتى يقاضي فلوسه وعاود تاني يقلب على بريكول آخر وهي غادة، وكدوز مدة طويلة على هاد الحال. حتى الواحد الليلة فين رشيد كان قصار غير هو وصاحبه حمد، وبسبب قلة الشي والخدمة اللي ما كيناش جاتهم واحد الفكرة خبيثة، ومباشرة من بعدها كيقرروا أنهم يبدأوا ينفذوها حيث ما محتاجاش لراس المال. الفكرة كانت ديما أن صاحب أحمد خدام مع شي راجل عنده شوية ديال الكفتة، علاش لا ما يديروش كروسة بجوجهم ويخدموا في الأسواق الأسبوعية وداكشي اللي جمعوه يقسموه على جوج. رشيد كانت عنده في الدار واحد الكروسة ديال واحد فخوته كان كيخدم فيها مرة مرة وما بقاش، هزوها ونقاوها مزيان وقادوا كل شي من فحم شوية إلى آخره، بقات خاصاهم غير الكفتة. وبالنسبة للحمل اللي غادي يصايبوا به هاد الكفتة
فكانوا مقررين انهم غادي يسرقوا الحمير من الدواور اللي قرب ليهم باش هكا ما يخلصوا والو. وداكشي اللي كان، تعرفوا على واحد ثلاثه ديال الدراري اخرين كانوا معروفين في رقشيه كيسرقوا الكسبال بهايم في النواحي، وتفاهموا مع بعضياتهم وقسموا المهام بيناتهم كل واحد وباش تكلف، هذا يسرق ويجيب الحمير، هذا يجيب اللحم ديال الكسيبة ولكن ديك اللي كتكون ميتة والثمن ديالها طبعا كيكون ناقص بزاف. المهم دوزوا سنوات وهما خدامين على هاد الحال، وتزادوا معاهم شلة ناس، ها اللي كيتزاد ها اللي كيدير بالناقص وما كيبقاش خدام معاهم. المهم شوية بشوية خداو شهرة عند الناس اللي كيديروا داكشي ديال الشوا في الأسواق الأسبوعية، وتقريبا ولا كلشي كيتقدم من عندهم. وطبعا في هاد الوقيتة ما بقاوش كيديروا الشواية، يلاه مكافيين مع البيع والطلب اللي كتر عليهم، كانوا كيبيعوا الكفته وما جاورها باقل ثمن، اما بالنسبه للحم فكيبيعوه ب 15 درهم للكيلو. وبما ان دوك الناس كانوا كيقلبوا على الرخاء واخر همهم الجوده فعجبهم الحال، وبقاو لسنوات وهما كيتقداو من عندهم. واش كانوا عارفين بانه الحم ديال الحمير ولا لا؟ الله اعلم. وخا الصراحه هي باينه، اللحم ديال البقري ولا ديال الغنمي مستحيل يكون الثمن ديالها طايح الا اذا كان مريض او اللحم ديال الجيفه، شي حاجه اخرى راه لا يمكن. المهم دازت السنوات وهما خدامين على هاد الشكل، وطبعا دخلوا الارباح، ماشي شي ارباح نيت ولكن هما اصلا ما كيخسروا والو من جيوبهم، فقط شويه ديال الجهد باش تذبح وتسلخ الى اخره. قدروا يبنيوا واحد القطعه ارضيه اللي فيها كانوا كيذبحوا الحمير حاشاكم، وكيديروا الكفته وداكشي كامل اللي كيحتاجوه، وقدروا انهم يشريوا طوموبيل 207 اللي فيها كانوا كينقلوا الحمير وكذلك اللحم للجزاره. اما بالنسبه للراس والجلده وداكشي كامل فكانوا كيرميوهم بعيد على الدوار ديالهم في شيخلة. المهم كل مره وفين رشيد واحمد هما اللي متراسينهم، وكاين 8 ديال الاشخاص اخرين، كاين فيهم اللي كيسرق الحمير حشاكم، وكاين اللي كيفرق اللحوم، كاين اللي كيصاوب الكفته، كل واحد وشنو كيدير، ومعاونين مع بعضياتهم. احمد ورشيد هما موالين الشي، والبقيه كيتخلصوا على اساس عمال معاهم وصافي. بقى الحال على ما هو عليه حتى لنهايه سنه 2003 بالضبط في راس العام. رشيد واحمد في هذا النهار غادي يقرروا انهم يدوزوا راس العام في مراكش، يزهوا شويه ويعيشوا الحياه في نظرهم. وبما انه كان خاصهم يهبطوا للمدينه واحد الكميه ديال اللحم اللي كانت مبيوعه لشي جزار، داكشي علاش كيقرروا انهم يديروها حجه وزياره، يوصلوا السلعه لمولاها هي الاولى، ومن بعدها يزهاو في شي ملهى ليلي حتى للصباح. غادي يشدو الطريق لمراكش وهما محملين بكميات كبيره ديال اللحم والكفته الى اخره، لكن من بعد ما كيوصلوا للمحل ديال السيد كيكتشفوا بانه مسدود. كيبقاو مده وهما جالسين حدا المحل كيستناو فيه، لكن السيد ما كيبانش ليهم بصفه نهائيه، داكشي علاش كيقرروا انهم يمشيو ويسهروا مع راساتهم حتى يساليو ويكونوا غاديين فحالهم عاده باش يرجعوا لعندو ويعطيوه السخره ديالو. وداكشي اللي كان، رشيد ومحمد كيمشيو لاحد الملاهي الليليه بمراكش، كيدوزوا العشيه كامله فيها ومع جوايه ال11 ديال الليل عاده باش كيخرجوا وكيتوجهوا لعند السيد. وفي هاد الاثناء بجوجهم كانوا كاو بزز باش كيحلوا عينيهم وباينين من بعيد سكرانين، وطبعا هادشي ما غيخفاش على البوليس. في الطريق وهما غاديين لعند الجزار، واحد الدوريه ديال البوليس كيشوفوهم من بعيد، وطبعا هما كانوا باينين سكرانين من الطياره، داكشي علاش كيطلبوا منهم يوقفوا على جنب باش يتاكدوا من الوراق. في البدايه البوليسي كيطلب من رشيد يعطيه الوريقات بما انه هو اللي سايق، كيمدهم ليه رشيد وكيبدا البوليسي كيقلبهم، وفي نفس الوقت كيدي ويجيب معهم في الهضره، كيعرف منهم بانهم جزاره وكانوا غاديين مشي سلعه لشي سيد ساكن غير قريب من هنا. المهم البوليسي غادي يطلب منهم يفتحوا ليه الباب اللورانيه، وداكشي اللي كان، كيخرج رشيد واحمد حتى هو وكيفتحوا ليه الباب ظنن منهم بانه غير غادي يضرب طليله ويطلقهم اولا قاعده تعقدت الامور يدوروا معاه نبينا عليه السلام. لكن البوليسي معاه كيتفتح ليه الباب كيشم ريحه خايبه بزاف، وكذلك كيلمح في الارضيه الاثار ديال الدم، داكشي علاش كيقرر انه يطلع للطوموبيل ويقلب دوك الميكات ويشوف شنو فيهم. اول ملاحظه الطوموبيل كانت حشاكم خانزه بمعنى الكلمه، يعني اصلا ما متوفرينش فيها الظروف الملائمه الصحيه لنقل اللحوم. داك اللحم والكفته كانوا مديورين في ميكات كبار في الكحل، والصدمه الكبيره هي ملي غادي يحل واحد الخنشه اللي كانت مقنته في واحد الجهه والريحه الخايبه كانت جايه منها، ومع كيطل فيها كيبانوا ليه شلاريوس ديال الحمير بالانواع والاشكال، وهما اللي كانوا طالقين ديك الريحه الخايبه بزاف.
البوليسي من بعد ما كيكتشف هاد الشيء وكيلاحظ الارتباك والصدمه في الوجوه ديال حمد ورشيد، كيقرر انه في البلاصه يتصل بالمقر ديال الشرطه باش يجيو يحققوا في تفاصيل هاد القضيه. عياو رشيد وحمد كيحاولوا مع البوليس باش يرشيوه ويعطيوه الفلوس شحال ما بغى غير ينسى هاد الشيء اللي شافو ما يفضحهمش، لكن البوليسي ما بغاش. البوليس من بعد ما كيوصلهم هاد الاتصال من عند الزميل ديالهم في البلاصه كينتقلوا لعين المكان باش يبداو الاجراءات ديالهم الاوليه. وطبعا في هاد الاثناء كان تم القاء القبض على رشيد وحمد باش يتم التحقيق معهم في تفاصيل هاد القضيه. ومباشره من بعد ما كيساليو كينتقلوا للمقر ديالهم وكيبداو التحقيق معهم. رشيد وحمد اللي طبعا ما كان عندهم كيف يكذبوا او يغيروا الحقائق، كل شيء باين وواضح قدامهم، خاصهم فقط يعطيوهم الاسماء ديال الناس اللي معاهم ويوريوهم البلاصه اللي كانوا كيستعملوها للقزاره. كيعاود رشيد على الظروف المعيشيه اللي كبر فيها واللي خلاته في الاخير يتجرد من الانسانيه ويوكل خوتو المسلمين ما حرم الله ويبقى يشوف غير راسو ومصلحته ودك شويه د الفلوس اللي كان كيجنيهم من هاد التجاره ديال الخبز. اما بالنسبه للحمل اللي كان عندهم في الطوموبيل فطبعا تم التحليل ديالو وتاكدوا بانه ماشي الحم ديال الغنمي ولا حتى ديال البقري، هو الحم ديال الحمير. وديك الخنشه اللي كانوا فيها الريوس واللي بسببها تفضحوا كانوا عوالين يرميوها في النواحي ديال الدوار ديالهم، لكن نساو مرموهاش وبقات عندهم في الطوموبيل حتى كيشوفها البوليسي وكيتاكد من الشكوك ديالو. المهم من خلال التحقيق مع المتهمين بجوج اعترفوا على كاع الناس اللي خدامين معاهم، وبذلك تم إلقاء القبض على 8 ديال الأشخاص آخرين اللي متورطين في هذه الجريمة. وطبعا كاملين كيعترفوا بالمنسوب ليهم والمسطرة القانونية كتاخذ مجراها الطبيعي، وكيتم الحكم على رشيد بست سنوات سجنا نافذا وبغرامة مالية قدرها 2000 درهم، وحمد كذلك ست سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم. أما بالنسبة للثمانية اللي بقاو فتم الحكم عليهم أحكام تتراوح ما بين 3 شهور حتى لسنة سجنا نافذا مع أداء نفس الغرامة المالية. حتى لهنا الأحداث اللي عندي في هاد القضية تسالوا، وما بقى لي غير نقول لكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. وإذا كان كيعجبكم فحال هاد المحتوى اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس، وإذا كنتوا كتشوفوني من الفيسبوك عملوا متابعة باش يوصلكم أي جديد حطيناه بإذن الله، وشكراً.